لا أحد يمكن أن يمنعك من النجاح إلا أنت. دي يمكن الرسالة وجهها للشخص الصيني اللي كان معنا في الفيديو. النجاح والطموح مربوط بك أنت، ما مربوط بشخص آخر. وصلنا معاكم لفقرة لمن يهمه الأمر، اللي نتكلم عن المؤتمرات الشبابية ودورها في توصيل أفكار وتحقيق طموحات الشباب. سعيدين جدا يكون معنا داخل الاستوديو دكتور أنور فتح الرحمن أحمد ضفع الله، مؤسس مجموعة تيدكس في السودان. يا هلا وسهلا، صباحك. صباح الخير، صباح السودان الجميل. سوداني 24، شكرا لكم على الاستضافة. الواحد سعيد جدا انه يكون معاكم. كيف تبدا صباحك ويوم الخميس كده بالسلكشن؟ الخميس يوم مشغول، يعني الناس كلها بتكون زحمة وبيكون في شوية تنشن مع الصباح، لكن افتكر ان شاء الله يكون صباح جميل على البلد وعلى كل الناس ان شاء الله، على الوطن في وعلى المغتربين. انا كنت مغترب قريبات دي يا دوب راجع. الحمد لله على السلامة. في كل انحاء العالم يعني. الحمد لله على السلامة. دكتور أنور، يمكن تيدكس هي مشهورة او يعني مجموعة بتاعت منتديات كيف تقام حول العالم كله. الفكرة اللي خلتك شنو انك تحاول تجيبها في السودان؟ الحقيقة في 2009 كنت طالب دكتوراه في كوريا الجنوبية، ومشيت لتجمع صغير كده لشباب تيدكس سيول، اللي هم مجموعة متنوعة من الشباب، في المهندسين الموجودين داخل شركات سامسونج وال جي والى اخره، وطلاب الجامعات والدراسات العليا والباحثين وكذا. التجمع كان رائع جدا، شفته زي في زي يقولوا طاقة كذا خيالية موجودة في مكان واحد. الناس كلها إيجابية، الناس كلها بتتبادل أفكار، الناس كلها بتحاول تحفز بعض وإلى آخره. فقلت لهم يا أخوان والله المجتمع ده مجتمع جميل يعني، وبلدنا بيستحق إنه يكون فيه مؤتمرات تيدكس وكذا. فقدمت للرخصة في 2010، ومن 2011 لحد الآن قام في السودان قريب 50 مؤتمر. إحنا فخورين جدا بالكلام ده. المؤتمرات يعني كانت لأطفال وكانت لشباب وكانت لكبار بأنواع مختلفة، وكانت للنساء، والناس قدرت تحكي فيها كثير من الأفكار الإيجابية. طبعا منظمين المؤتمرات دي ناس مختلفين يعني، ما شخص واحد، وفي مدن مختلفة يعني. كان في تيدكس الخرطوم هنا ده بدأنا بيه، لكن كان في تيدكس بور سودان، وكان في تيدكس الأبيض، وكان في تيدكس سود مدني، وكان في تيدكس شندي في شارع النيل برضو. تيدكس شارع شباب النيل اللي هو كان النيل. الاسبوع الفات اللي هو المنظم بتاع عبد الله بشير وفريقه الرائع جدا جدا صراحه، يعني الواحد فخور بهم جدا. ودير المستقبل، دير المستقبل. لو احنا بنتكلم على نسبه الشباب الموجودين في السودان الليله، لو قلنا انه مثلا من 40 ل 50% ده الليله، لكن هم كل المستقبل مش كده؟ احنا في الواحد بيكون سعيد لما يشوف الشباب ديل ماخدين الدور بتاع القيادة وبينظموا الحاجات. يعني ديل شباب ذوي قيادة بدون سلطة، الواحد فيهم بياخذ زمام المبادرة وبيبدأ يكون الفريق بتاعه، وبيصل للمتحدثين، وبيعمل الشعار بتاع المؤتمر، ويمشي للرعاة. ومن هنا الواحد بيحيي الشركات الرائدة في انها تدعم المؤتمرات بتاعت الشباب والأفكار بتاعتهم. هذا المتنفس الوحيد. المؤتمر، الكلمة بتاعت مؤتمر ذاتها أهميتها شنو؟ أهمية المؤتمر إنه بيكون تجمع زي ما ذكرنا في البداية، والناس بيتبادل فيه الأفكار. يعني أنا جبت معي كتاب هنا لعلم جديد تماماً اسمه السوشيال فيزيكس. سوشيال فيزيكس، أنا قبل السوشيال فيزيكس لازم يعني حاجة سوشيال والفيزيكس ديل بيلموا شنو؟ How good ideas spread the lesson learned the lessons from a new science. الأفكار دي بتمشي كيف؟ يعني أنا كيف أصير لما أقول لك فكرة بتطلع من راسي هنا بتخش راسك من غير عملية جراحية. دي حاجة يعني صراحة سبحان الله ربنا أبدع في خلقنا نحن وفي كيف إننا بنتلقى. منذ البداية بتاعت الإنسانية جدودنا كان بيجتمعوا حول النار مش كده؟ وبيبدوا يتكلموا، فالأيدي الأفكار بتنتقل من مكان لمكان تاني. وقدر ما المجتمعات يعني تطورت ومشت لقدام بتحاول تشوف لها الشكل بتاع تجمعات في شكل مؤتمرات عشان تتبادل الأفكار. وفقا للأبحاث أكثر من 70% من الاكتشافات العلمية والأفكار الجديدة اللي بتجي من مؤتمرات. عشان كده المؤتمرات عندها جدوى، عشان كده الناس بتصرف عليها قروش وبتدفع وبتسافر لها من مكان لمكان وكده. المؤتمرات مهمة جدا جدا، ومزيد من المؤتمرات مهم، ومزيد من مؤتمرات الشباب اللي هم قلنا كل المستقبل، لو كانوا نص حاضر اليوم من على السكان هم كل المستقبل. مزيد من مؤتمراتهم أهم، احنا لازم نركز على انه نخلي المنصات دي موجودة للشباب في كل مكان، وبعدين الشباب نفسهم يقولوا هم دايرين شنو فيما بينهم، ونحن يكون دورنا عبارة عن الشموع التي تضيء لهم الطريق، نمهد لهم الطريق لو في حاجة نزحه لهم عشان يمشوا لقدامهم مش كده؟ عشان المستقبل يكون أفضل من الحاضر ومن الماضي. يعني مؤتمرات زي دي هل هي دورة بيكون بالنسبة للشباب شنو؟ هل بس تعبير عن أفكار وإبداء آراء، ولا ممكن
يطرحوا مثلا حلول جديده او كده. الشباب ديفينتلي بيحضروا بيطرحوا حلول جديده. اول مؤتمر عملناه احنا في 2011 اتكلمت فيه شابه، يعني شابه الواحد فخور جدا جدا بينا عبر المنصه بتاعه تيدكس شباب الخرطوم، كان ظهرت لنا اسمها وفاء الامين، هي طبيبه. وفاء كانت اتكلمت عن اهميه التفكير الايجابي، في انها عملت استطلاع على الشباب اللي حوالينا في الجامعه ولقيت انه 95% بيشوفوا السودان انه دوله لا امل فيها، وانهم لو لقوا فرصه انهم حيطلعوا من السودان وما داري يراجعين ثاني. 95% و5% فقط من المستطلعين في الفئه العمريه اللي استطلعتها هي اللي كلهم شباب قالوا انهم والله مستعدين يقعدوا في البلد وشايفين السودان فيه امل ولا كده. 5% بتبني لا بلد على 95% ديل. طيب دي المشكله يا وفاء، الحل للمشكله شنو؟ قالت الحل للمشكله لازم يكون في تفكير ايجابي. فالمحادثه بتاعتها انتشرت انتشار ما طبيعي، في ناس كتار جدا رسلوا لنا من دول ثانيه لانها ترجمت للغات ثانيه وقالوا احنا والله الكلام ده بالضبط الحاصل في بلدنا. وفادي بعد ذاك وفقا لمحادثتها دي تم استضافتها لتمثيل الشباب في الوطن العربي وشمال افريقيا في مؤتمر الامم المتحده. واسدي يعني عندها مشروع رائع جدا بتاع يعني رياده اعمال ودعم الشباب والى اخره، وهي موجوده من الناس من انا سعيد عرفت بهم. في شباب ثانيين يتكلموا مثلا جابوا اختراعات زي المكنه بتاع طق السمك. شابه من جامعه السودان تخرجت بمشروع بتاع تخرج بيطق السمك بصوره اليه، يعني حتى ما محتاج لك انت ليبر يعني بشر يخش في العمليه هاي الصمغ العربي. ففي كميه بتاع الشباب طلعوا اختراعات، انا ممكن اعد لك 18 19 فكره مختلفه يعني من ناحيه بتاع تكنولوجيا والناحيه حلول. بتاعت هاي حلول لمشاكل، ما الموضوع بس كلام وتعبير عن اي احباط ولا كده زي ما في ناس كثير جدا بيفتكروا المؤتمرات. صحيح. المؤتمرات تم تنميطها ولذة نحو السياسة، لكن السياسة مجرد رافد واحد من رافد الحياة، في اقتصاد وفي اجتماع وفي حاجات يعني إنسانية فيما بيننا. يعني لو فكرنا في أي موضوع التعليم مثلا، ما ممكن نقول إنه في مؤتمر واحد ممكن يحل قضايا التعليم. يتكلم عن التعليم قبل المدرسة ولا التعليم الأساس ولا التعليم الثانوي ولا التعليم بتاع الجامعة ولا ما فوق الجامعي، دي سلسلة طويلة جدا جدا. فما ممكن انا استبعد واحد من يعني من الاطراف الاساسيه في العمليه اللي هو الشاب نفسه اللي هو صاحب المصلحه، مش كده؟ من انه اعمل له مؤتمر يتكلم فيه، يعني حكايه انه انا كل لو عنده حلول ممكن عايز يطرحها. ايوه نعم، احنا معنا تقرير عن أوكي. مجموعه تيدكس والمؤتمرات اللي بيقوموها، خلينا نشاهد ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور انور. صراحة تيدكس نايل ستريت هو فرصة إنه نحن نشوف الأفكار اللي تستحق الانتشار عشان نعرضها للجمهور على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. والله الراو اللي كان معمول تيدكس كان شكله جميل شديد، الميديا ناس الميديا اشتغلوا شغل كويس. وافتكر أكبر يعني فائدة بالنسبة لي شخصيا من مؤتمرات زي دي يعني فرصة للنتوركينج، يعني تلاقي شباب من باك جراوندز مختلفة تتكلموا في مواضيع مختلفة، تعرف على ناس جديدة. وافتكر دي اهم الحاجات اللي خلتني اجي اشارك في المؤتمر بتاع تيدكس. الايام دي ثقافة العمل الطوعي بقت منتشرة بين الشباب، بقى في كمية من المنظمات الطوعية بتكلم عن اهداف المنظمات دي وكيف انها هل قاعدة تصل لاهدافها ولا لا. علاقة الكلام ده كله بانه ممكن نصل لتغيير فعلا اهدافنا، النجاح والفشل بتاع المنظمات الطوعية في شنو بالضبط، وعلاقة الكلام ده كله بالمستقبل اللي عاوزين نصل له، وحربطه كله بموضوع علم النفس والاحتياجات الانسانية. السلام عليكم، اسمي رفاني مر. اليوم في تيدكس نايل ستريت حتكلم عن تغير المناخ في السودان او مشكله الاحتباس الحراري كعموم. ححاول اوضح تغير المناخ بيأثر علينا كأمة سودانية من ياتو ناحيه، نواحي الجفاف، الفيضانات، السيول، الاشياء اللي بتواجهنا كل خريف وفي كل موسم زراعي، فشل المواسم الزراعيه. ححاول برضه افتح اضان لانه القصه دي قد تكون عندها ارتباط بكثير من مشاكلنا كالفقر، ارتفاع نسب الفقر،
من ناحية إنه الزراعة قاعد تفشل، الناس الشغل بتاعها بيتدنى، الإنتاجية الزراعية بتتدنى، بتزيد نسب الفقر، بتزيد نسب البطالة، بحيث إنه الناس بدأت تنزح من الريف بقت تجي على المدن. الحالة دي زادت النسب بتاعت البطالة في المدن، كذلك الهجرة، يعني إنه أنت لما يكون الأرض اللي أنت بتزرع فيها بقت ما بتنتج لك بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري، الحالة دي بتخليك إنك تنزح من الموطن بتاعك الأساسي لمحلات اللي هي فيها موية أكثر وظروف بيئية ملائمة أكثر. فالحالة دي قد تكون عندها يعني قد ما يتقبلوا الناس اللي انت نزحت لهم، ممكن تعمل صراعات قبلية، ممكن تعمل نزاعات وهكذا. فالفكرة من التوك انه بس ننشر الوعي بانه القصة دي موجودة يعني عندنا في السودان ومرتبطة بالكثير بمشاكل حقتنا، ومين عارف يمكن يعني الناس تبدأ تفكر في الاتجاه ده وتوجد حلول. التوك بتاعي حيكون حكي عن تجربتي الخاصة، مريت بظروف معينة كده، جيت السودان قبل سنة ونص في مع ظروف الحرب اللي حصلت في اليمن، وحتكلم عن التجربة دي وإنها كيف أثرت في كتابتي وفي إنه أنا في الرسم اللي بشتغله في الشغل ده كله. حتكلم عن التجربة دي كلها، وحتكلم عن إنه كيف الزول ممكن يستغل التجارب الصعبة اللي ممكن يمر بها في إنه يسخر الطاقة السلبية دي كلها عشان ينتج ويقدم حاجات لنفسه وللمجتمع ولحواليه. إنه هو ما واضح بالنسبة لنا، إحنا ما عارفين إحنا عايزين شنو في الحياة، بندخل كلية بنبدأ نقرأ بس بعد شوية بنلقى يا أخي إنه الكلية اللي كنا عايزينها دي بقينا ما عايزينها. مجموعة من الحاجات هي اللي بتثير قلقنا عموما، دي الحاجات اللي جايين نتكلم عنها الليلة. برنامج تيدكس اصلا يعني برنامج غني عن التعريف، يعني وبيطرح يعني بالذات تيدكس يوث بيطرح يعني نقاط مهمه بين الذات نحن لنا الشباب، بيساعد على اكتشاف يعني قدراتك الكامنه، ويعني بديك يعني نور للطريق قدامك وممكن تعمل شنو بمستقبلك، وحتى يعني ممكن تغير مجالك حتى بعد ما انت خشيت الجامعه، يعني تكتشف الطريق المناسب لك انت بالذات، يعني ما الا تتبع حاجه او تقليد معين بيتبعوه الناس كلهم. احساس انك لما تفتح فيسبوك وتلقى في بوست بيتكلم عن حاجات عن التفكير، حاجات عن الفلسفة، أول تاج بيتعمل لمتحدثنا الثاني. أنا عبد الله محمد عبدو بشير، أنا من جامعة الخرطوم، بدرس في نهاية السنة الثالثة الهندسة الكهربائية، منظم فعالية تيدكس يوث نايل ستريت اللي هي جارية حالياً. السبب اللي خلاني إني أبدأ في تنظيم الفعالية دي كان بدور أساسي الإكسبيرينس، إنه ألاقيها في تنظيم فعالية مؤتمر عالمي، ده كان الشيء الأساسي، يعني الإكسبيرينس إني ألاقي ناس جداد، إني أتعلم حاجات جديدة. يعني كان في بداية السنة شاركت في تنظيم مؤتمر وفعالية المعرض الأكاديمي حق إيزي في جامعتنا، وصلت في الحاجة دي بس عشان أتعلم الشغل النقابي بصورة عامة. دكتور نور، يمكن في الفيديو شاهدناه في التقرير في واحدة من المتحدثات تحدثت عن موضوع الاحتباس الحراري، نعم، تأثيره على الجفاف الممكن يعمله، تأثيره على المجتمع، نعم، يمكن دي مشكلة أمن قومي. صحيح يعني صحيح لكثير من الدول. هل في شباب عندهم أفكار لحلول مشاكل زي دي؟ أي طبعا طبعا، الشباب ديل عندهم أفكار يعني كفيلة بما يكفي لأنه تغير البلد ككل. طبعا الناس بتتفاجأ، يعني الشباب ديل كلهم بيقول عليهم الديجيتال نيتيفز. النيتف يعني هو الزول المواطن الأصلي بتاع المنطقة الأصلية، وديجيتال يعني هو العهد الرقمي، فهم مواطني العهد الرقمي الأصليين. نحن في كتار بتشوف بالذات الأكاديميين عندنا في البحث العلمي وكذا، تلقى الواحد بنظارته كذا بعين بيعمل لك للموبايل كذا، وبعدين يقول لك يا أخي والله ولدي ما شاء الله خطر، خلاص تدي الموبايل يعمل لك شنو بتاع دي. الناس قاموا في الموضوع ده يعني صح. يعني زي ما مثلا الناس زي في زمانهم كانت الثلاجة جديدة والثلاجة قام ضربت لها زول كهرباء والناس قام خافت، مش كده؟ من الثلاجة. في واحد قام لقى الثلاجة قدامه فما بخاف منها، مش كده؟ ديل قاموا لقوا التكنولوجيا قدامه فما بخافوا منها. الناس عندهم إقدام طبيعي، ناس ممكن يعني يخترقوا يعملوا حاجات كثيرة الناس الكبار بيشوفوها سحر. لكن أنا في موضوع الشباب تحديدا بستشهد بباحثة أفريقية بتتكلم عن الشباب في أفريقيا. مرحلة الشباب في أفريقيا مرحلة متأخرة،
يعني اذا كان هي مثلا معرفه بيننا من 15 لحد 24 وفقا مثلا للامم المتحده للتعريف بتاعها، في افريقيا هنا ممكن تكون مثلا من 15 لحد 45، دول كلهم شباب. ليه؟ لانه في جيل بتاع قاده قاعد قبله، بالتالي انت بتكون ماشي لفوق والزول الفوق ده قاعد قبله، فانت بتتحرك وانت مهما كبرت وانت بالنسبه له لسه صغير، مش كده؟ فالمرحله بتاع الشباب قاعده في مرحله انتظار، والحي دي خطره جدا جدا، لانه بتخلي ما في فرصه بتاع حراك بتاع اجيال، مش كده؟ وبالتالي مهما انت قدمت فكره كويسه ولا قدمت مبادره كويسه ولا بتاع، بتشغل مبادره بتاع صغار، يعني اي ناس صغار ساي، والكلام ده خطر، الكلام ده احنا لازم نتداركه بسرعه، خصوصا انه من 89 من انهيار جدار برلين والى اخره، العالم انفتح من ما جات الانترنت، العالم مشى بصوره كبيره. المؤتمرات الشبابيه دي، المؤتمرات العلميه ولا وغيرها، ظهرت فيها الانترنت نفسها، اتقدمت كورقه علميه على الورد وايد ويب دي. تيم برنلي قدمها سنه 89 كورقه علميه، يعني لو ما في حته فعلا الناس يتلمى فيها وعشان تتجاذب اطراف الحديث وبتاع. في واحد من الشباب اشرف الصادق ده في التقرير سي ذكر انه جاي للنتوركينج للتشبيك، صحيح. عشان اعرفك، دي فرصه عمل جديده، دي فرصه بتاعت انشاء علاقه جديده، دي فرصه بتاعت شراكه جديده، دي فرصه بتاعت منحه دراسيه جديده، طرح افكار جديده ممكن تكون بالنسبه لي غريبة. دي فرصه في التجمعات الشبابيه والمؤتمرات الشبابيه ممكن تحصل، ونحن ما شايفينها بتحصل كثير. يعني في بعض التجمعات مثل زي التجمع بتاع الاي تريبل اي، ومجتمع علمي ممتاز في التجمعات رياده الاعمال زي الشباب بتوعهم محور السودان الاعمال الناشئه، والشباب بتوع الناس زولي وزولا محور خرطوم الابتكار والى اخره، مجموعات يعني صغيره وزي ناس الخرطوم ناس الستارت اب ويكند عندهم فعاليات ولا كده، لكنها صغيره وما منتشره في السودان. نحن محتاجين لكثير جدا من المؤتمرات. انا اكتشفت قريبات دي انه في منظمه عربيه معنيه بالشباب في السودان، مقرها دوله المقر السودان بتاخذ $100,000 في الشهر، لكن السودانيين ما بيستفيدوا من خدمات اي حاجه. هي معنيه بالشباب يعني دوله المقر السودان وكذا. فنحن محتاجين ان الناس تقعد في الوطن وتقول يا اخي والله الشباب انتوا دايرين شنو، تعالوا تكلموا وتعال جيبوا افكاركم، ونحن مهمتنا انه يعني نمهد لكم الطريق بحيث انه تحققوا الحاجه اللي في راسكم، لانه انتوا الليله جزء من الحاضر لكن كل المستقبل، صحيح. وانتوا المفروض ترنور. يمكن الطموح واحد من مقومات الحياه، نعم. 95% ممكن من لو عملنا دراسه ثانيه نكون شايفين طموحهم برا السودان، نعم. كيف ممكن يحققوا جوا السودان وليه هم دائما بيشوفوا الطموح انه برا؟ المساله مرتبطه بالامل. يعني حتى الله سبحانه وتعالى يعني لما خلق الموت قالوا الملائكه، قالوا يا اخي الناس دي حيعيشوا كيف يعني؟ حيفزعوا يعني، فقال خلقت فيهم الامل. الامل ده هو اللي بيخلي الزول عايش. يعني انت لو مشيت المستشفى لزول بيستحضر وقلت له يا اخي خلاص، يعني بيقول لك ما خلاص يا زول، خلاص وين يعني؟ ان شاء الله ربنا يدينا الصحه والعافيه والى اخره وكذا. فالامل مهم جدا جدا في نفوس الناس، والامل بيجي بالالهام، ان انا اشوف في زول ثاني قدامي رائد اعمال شاب سوداني زي الشاب اللي عمل فيسبوك، ما هو شاب امريكي مش كده؟ شاب كان في الجامعه يعني في نفس المرحله بتاعت ناس عبد الله بشير. عبد الله بشير ده من الناس اللي يعني احترمه جدا وبعزه جدا، هو واي شاب ثاني اخذ مبادره وعمل حاجه بغض النظر عن كان توجهه متوجه في اتجاه، لكن عمل حاجه. لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول. يعني الزول اللي بيعمل ده لازم الناس يحترموا وتشجعوا وتديهم كل الامكانيات الممكنه. يعني ما هم الناس اللي بيغيروا الحياه، يعني في 2% ولا 1% من الشباب هم اللي بيغيروا باقي العالم كله. فانا بشوف مثلا شاب عمل له حاجه بشوف نفسي فيه، الشاب ده من منطقتي من حلتي قرا معي في مدرستي الى اخره، بقول يا اخي والله طالما ده عمل انا ذاتي بقدر اعمل، مش كده؟ صحيح. لكن لما ما اشوف اي نماذج، لما ما اشوف اي قدوات قدامي ولا بتاع، بكون شايفهم دي الميديا ما فاتحه والانترنت فاتح كل يوم بيجينا اي ما اعرف حاجه من الهافينج بوست وما اعرف، بقوم بمشي ترى امشي الحته اللي بتحقق لي نفسي دي. السودان ده بلد فيه كل الحاجات، واهم حاجه فيه انسانه، المورد السوداني، المورد البشري السوداني. دي يعني حاجه نحن كنا في جامعه الملك فيصل مثلا في السعوديه اكثر من 200 عندنا دكتوره، اكثر من 200 شخص في نفس الجامعه، ما في جامعه في السودان هنا عندها 200 دكتوره زي فلما تشوف انت ما في يعني قدامك كده هنا الزول بيبدا يفكر في نفسه بس. والشباب من حقهم انه يفكروا في نفسهم طالما ما لقوا يعني قدوات قدامهم ولا نماذج يعني ناجحه وكده. فاحنا مهمتنا انه نمهد لهم الطريق لانه بينشئوا منصاتهم اللي بتطلع منهم شباب ناجحين ويمشوا لقدام
ونحن نكون سعيدين بالكلام ده. يعني بالعكس دي الواحد يفرح لما يشوف اي شاب ولا شابه ده مع اخوي ولا اختي ولدي ولا بنتي مش كده، ولا يزور عنده فكره او عنده حل دارج انت ممكن يشارك في تيدكس طبعا، وما يخجل انه مثلا يجيب قدام الناس ويطرح افكاره. اي لا ما في مشكله. طبعا في دراسه عملت عن اكبر مخاوف الشعب الامريكي كان نمره 1 بيخافوا من الثعابين، نمره 2 بيخافوا من الخطابه الجماهيريه public speaking. الزول اللي بيجي في ذاته في تيدكس ده في الـ في الـ في الـ في المنصة عشان يقول الفكره بتاعته ده المفروض نعمل له تمثال، لانه دي حاجه صعبه جدا جدا ما سهله. وتخيل انت لما تعملك كشاب في سن صغير تتعود عليها تطرح فكره، يعني في ناس بتطرح فكره كبيره وبعدين يشوفك واحد من الرعاه بتوع المؤتمر ولا كده يقوم يقول لك يا اختي، ولا يجيك واحد شاب ثاني يقول لك بالمناسبه انت الماثماتيكال موديل بتاعك بتاع الحاجه دي داير له شويه. ما كلهم شباب بيقروا مع بعض وكلهم عندهم امكانيات ذهنيه خياليه، فبالتالي تحصل شراكات والامور بتمشي لقدام ونمشي. يقدموا نموذج بتاع عمل لشركه ولا مصنع ولا بتاع ويقوم يتصنع ويتعامل. دي حاجه ما سهله، العمليه دي عمليه كبيره جدا جدا بتسهم في الاقتصاد وفي الاجتماع وبتخلي الناس سعيدين وكده. بتذكر كنت في كوريا الجنوبيه شغال في التلفزيون الكوري، وكان كوريا استضافت قمه العشرين. في قمة العشرين كوريا صرفت قروش كثيرة جدا جدا، فكان في نقد من بعض الناس في المجتمع الكوري في انه ليه صرفنا القروش دي؟ قروش كثيرة جدا جدا، فكان الإجابة انه احنا بنزيد مستوى ثقة الكوريين في نفسهم. بنزيد السلف استيم، لما تزيد ثقة الناس في نفسهم الكلام ده بينعكس على إجمالي الناتج المحلي. ايوه دي بيقول على الانتانجبلز، يعني أنت ده تقيس سعادة الناس قدر شنو؟ وقدر ما الناس بقت سعيده قدر ما تبقى اكثر انتاجا مش كده؟ صحيح. يعني هاي الصرصره من الصباح ما في لها داعي مش كده؟ دايرين تفكير ايجابي، دي كلها افكار طرحها الشباب يعني في طيب مؤتمرات. دكتور انور، كثير ممكن يكون في شباب منتظرين دورهم انه يكون في تيدكس بس ما بيلقوا مكان مثلا، او صعب الوصول انه يعني للناس القائمين على الاعمال او بينظموا المؤتمرات. نعم. الحاجه اللي بتقدروا يتصلوا لهم كيف او تتواصلوا معهم كيف او الحلول ممكن تقدموها لهم شنو؟ عامه كل الانشطه الشبابيه بتتم عبر الإعلام الاجتماعي السوشيال ميديا وغالبا الفيسبوك. انا بتذكر يعني في واحد من الشباب طلب انه اخواننا احنا بدنا ننظم تيدكس في منطقتنا ولا في جامعتنا ولا كده، فهسه حنعمل لهم ورشه عمل عن انك كيف تنظم مؤتمر تيدكس. بعض مرات المؤتمرات دي حتى بعد الترخيص من تيد نفسها ما بيقدروا يقيموها لعدم وجود الدعم من الرعاه او المنطقه نفسها بتكون ما فاهمين الموضوع شنو يعني. فانا من هنا بناشد اي زول بتصلوا المشاريع بتاعت الشباب دي الافكار بتاعتهم المؤتمرات بغض النظر عن اسم المؤتمر شنو، انه يدعمها ويدعمها بجديه يعني وبكل اخلاص يعني. لانه الليله انت جاي تكلم ولد ناس فلان، انت بكره بيجي ولدك يتكلم صح، وبعد بكره بنتك بتفهم الحاصل في الموضوع ده شنو وتستفيد منه وتلهم منه ولا كده. في حاجه موجوده لكل الناس، حيكون عندنا ورشه عمل قريب للتنظيم. احنا اطلقنا الهاشتاج على موقعنا على تويتر موقع سوداني 24، هل المؤتمرات الشبابية عندها دور في توصيل أفكار الشباب وطموحاتهم وتحقيق طموحاتهم؟ نشوف النتيجة الآن على الشاشة. نعم 56% ولا 44%. نعم ديل الشباب اللي هم ممكن يكونوا مشاركين وعارفين إنه دي ممكن توصل أفكار وتطرح وتحقيق طموح. ناس لا ديل بقى شايفين شنو؟ والله في الغالب هم ما يعني ما ضاقوا الحكاية ذاتها، ما عارفين الفائدة بتاعتها. يعني لو واحد فيهم حضر له مثلا مؤتمر بتاع ريادة أعمال مثلا وشاف انه والله ممكن يشارك زول في فكره، الفكره دي تبقى بعد شويه شركه بمليارات، بالتاكيد حيكون عارف انه المؤتمر. قلت لك الكونسيبت الاساسي بتاع انه نتبادل فكره، انه نتعارف، يعني كل واحد فينا مثلا لو في زول مشهور ولا زول ناجح ده نكون اصحابه، ده نكون معاه مش كده؟ ليه؟ لان احنا دايرين الاكسبيرينس بتاعته، دايرين نعرف كيف نصل عنده. يعني انا ما داير فيزيائيا اكون جنبه، انا داير يعني زي يقول انتلكشولي جوا كده فكريا اكون جنبه. فالحته دي بتتيح لك يعني انت الزول المتحدث والزول الراعي والزول المتواصل معهم بكل سهوله، تتواصل معهم بكل بساطه. ثاني حاجه المفروض احنا برضو نتواضع، احنا الناس الكبار ديل اللي هم ممكن نتقول. انا شايفك انت بتقول يعني احنا ويعني فاصل نفسك من الشباب، انت لسه شباب. انا عمري 38 سنه وبعد سنتين حبقى مؤهل للترشح لرئاسه الجمهوريه. شوف الترشح ان شاء الله. شوف الكلام ده كبير كيف، يعني انا 38 سنه وبتكلم عن مواضيع الشباب وماخذ فيها اونر شيب. عبد الله بشير اللي اتكلم كبير وشباب جو في التقرير ديل هم الشباب صحيح، وديل هم المستقبل. احنا المفروض نرقد في الواطه كده يمشوا فوق ظهرنا عشان عملوا سودان مختلف. سودان شايفين انهم سودان هم قاموا في التكنولوجيا، سودان رايح شامخ، سودان يستحقوا ناسه صحيح. سودان بطيبه اهله وجماله
ومحبتهم وكده يعني. طيب انت قلت انه الشباب بيمثلوا 50% من المجتمع حاليا. نعم. دايرك توصل لهم رساله او توجه لهم رساله بما ان انت يعني نقول رائد قياده الشباب في السودان. والله يا اخي يعني ما 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 دار اخذ زي نقول مسؤوليه كبيره في الموضوع، لكن يعني يعني مستعد انه والله انا يعني زي اقول اقطع من الحميده عشان الشباب يمشوا لقدام، لانه دي 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 فرصتنا، دي فرصتنا في النجاة يعني. يعني في افكار كثيره جربت وفي ناس واسماء كثيره جربت في السودان والى اخره وبتاع، الشباب ما اخذوا وقتهم يعني. شفنا شباب يعني ناسي ما بقدر استحمل اسمع عليه خبر في التلفزيون مثلا انه في سفينه غرقت وماتوا فيها شباب سوداني، فقدوا الامل لدرجه انهم بقوا مستعدين ياخذوا مغامره بتاعت هناي. الواحد قلبه بيتقطع لما يسمع انه في طالب مثلا في عنف طلاب يتوفى ولا قتل ولا كده ولا بتاع. فالشباب السوداني يقول لهم يا اخوان البلد فيها امل، فيها امل كبير جدا جدا، وفي وانتوا كلكم بتحبوها، واشكال الحب التعبير بتاع الحب بتاعتنا مختلفه، خليكم تمسكوا بالامل ده وعبروا عن حبكم بالانشطه، اتبعوا شغفكم. والنصيحه الثانيه بقول لاولياء الامور، رجاء ما تحاولوا تحققوا احلامكم وطموحاتكم في اولادكم. يعني ما قدر يقرا فيكم طب ما بالضروره يقرا ولده طب، يخلي ولده يقرا الحاجه اللي هو داري يقراها، استمعوا لهم، لانه الشباب السوداني عنده يعني عنده حوجه لانه يعبر بالطريقه اللي هو بيعبر بها عن حاجاته، والناس يستمع لهم وندعمهم يا اخي، ندعمهم للمستقبل. نعم دكتور رنور، احنا متشكرين لك مشاركتك لنا في صباحات سودانيه، وطرحك زي ما نقول انت خليك انت في الصف الاول وقود معك الشباب بتيدكس، يكون عندنا كثير من تيدكس ثاني واشكال ثانيه لطرح مؤتمرات وافكار الشباب. نعم. ان شاء الله في الفتره الجايه. شكرا جزيلا يا اخي، الله يكرمك، الله يديك العافيه ان شاء الله. دي كان فقره لمن يهمه الامر، كيف المؤتمرات الشبابيه بتقود الشباب لتحقيق افكارهم وتحقيق طموحاتهم. دائما خلي الامل مزروع جواك والطموح بتحققه انت، ما يحققه زول غيرك تاني، والبلد دي فيها امل وفيها طموح. دي كان فقره لمن يهمه الامر، هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم صباحات سودانيه.